الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا أول السلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ربنا أول بلا مدى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. طيب، المصنف يقول: ربنا أول بلا مدى. وربنا، معنى كلمة الرب، قال العلماء هو المربي لجميع العالمين. معنى كلمة الرب يعني هو المربي لجميع العالمين، كما ذكر ذلك الشيخ السعدي في تفسيره للقرآن الكريم. قال الشيخ السعدي: وتربية الله عز وجل للعالمين نوعان، وتربية الله عز وجل للعالمين نوعان. النوع الأول تربية عامة، وهي خلقه جل وعلا لهم، وإيجادهم، ورزقه لهم إلى آخره. النوع الثاني تربية خاصة، وهي تربية التوفيق لعباد الله الصالحين في صلاحهم، بأن وفقهم الله عز وجل لعبادته ولتوحيده ولتقواه سبحانه وتعالى. قال: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى. وهاتان الجزئيتان، ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يفسرهما حديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فمعنى الأول معناه هو الذي ليس قبله شيء في أسماء الله تعالى، والآخر أيضا من أسماء الله تعالى كما ذكر العلماء، الأول والآخر. والآخر هو الذي ليس بعده شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والفوقية هنا قال العلماء هي فوقية الذات والقدر والقهر. فوقية الذات والقدر، وشنا جماعة؟ والقهر. وفوقية الذات أي أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، لقوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الآية. وقد أنكر الجهمية وغيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى من أهل البدع، أنكروا صفتي الاستواء والعلو لله جل وعلا، وهذا باطل. وقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: من قال لا أعلم أن الله في السماء أو لا أعلمه فهذا كافر. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما روى الآجري في كتابه الشريعة، واللالكائي في كتابه شرح أصول الاعتقاد، قال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخفى منه شيء. الله في السماء
وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. أما سؤال السائل الذي طرده الإمام مالك وبدعه لم يسأل عن الاستواء ولا عن العلو، وإنما سأل عن الكيفية، بل أثبت هذا الرجل الاستواء. قال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، ولكن كيف استوى؟ دي بلخبط لك بها الدجال اللي اسمه محمد منتصر أو غيره من الدجاجلة، بيقول لك الإمام مالك طرد الزول ده لأنه قال الله في السماء أو أثبت الاستواء أو العلو أو غيره. المين بيلبس ليك؟ لا، الرجل ده قال الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ عشان كده الإمام مالك طرده وبدعه، فسأل عن الكيفية. أما الاستواء فغير مجهول كما قال الإمام مالك، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجه. قال عن هذا الأثر الشيخ العثيمين رحمه الله: فيه فائدة طرد أهل البدع من المجالس. يعني في مجلس قاعدين فيه أهل السنة، في مبتدع جيت حشر هنا، من عادة السلف إنه كان شنو؟ ينطرد اللي عبر، أخرجوه يطلع بقى. طيب، قال: يعلم السر وأخفى. يعلم السر، أو هناك في الحديث قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما معنى الباطن فليس دونك شيء؟ قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: أي أن الله عز وجل يعلم كل شيء يحيط بنا ونعمله ونقول ونعتقد ونفعله مهما دق أو خفي هذا الشيء. عشان كده المصنف هنا البربهاري في شرح السنة قال: يعلم السر وأخفى، أي أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، أي وأخفى من السر أيضا يعلمه الله، لقوله تعالى في سورة آل عمران: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا في السماء، وغيرها من الآيات والأحاديث. يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وهذه موافقة لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وغيرها من الآيات. وعلمه بكل مكان، رغم أن الله عز وجل فوق السماوات وفي العلو، إلا أنه مع علوه، مع علوه يعلم السر وأخفى. وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. عشان كده الصوفية الليلة بقول لك يا أخي، يقيسون الله عز وجل بأنفسهم وبالمخلوقات، ولذلك عطلوا صفات الباري جل وعلا. مثلا تقول لهم: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. الاسم محمد المنتصر ده قال لك الحديث ده حديث باطل، قال، وحديث صحيح مسلم، وكذا في البخاري من قبله باطل. كيف أنت الباطل؟ أنت الباطل، حديث صحيح. قال: هذا الحديث باطل. قال: لأنه ربنا لو نزل معناته العرش بيخلو منه ولا كيف؟ وقال: السماء الدنيا الثلث الأخير من الليل في السودان من الساعة كده لكده، وفي نفس اللحظة في أمريكا بيكون وقت ثاني ساعات أخرى. فقال: كيف ينزل هناك الثلث ما ينزل؟ دي كلها جات من وين؟ هذه الأباطيل، لأنه أولا شبه الله بشنو؟ بالمخلوق، شبه الله بالمخلوق، وربنا سبحانه فنفى بعد ذلك الصفة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، فنحن نؤمن بهذا، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب، ولا نكيف ولا نشبه ولا نحرك ولا نعطل ولا نمثل، وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هنا اختصرنا الدرس لسبب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، جزاكم الله خير، بارك الله.